اخواني واخواتي، اسال الله صباحكم ومساءكم بكل خير. اليوم معنا هذا العود الجميل جدا، وهو عود مناسب للطلبه يا جماعه، حتى للعازفين طبعا، بس يعني لانه شعره بسيط وعود جميل جدا يا جماعه. هذا العود اللي احنا بننصح فيه الطلبه والمبتدئين دائما ابدا. وصفاته ان العود من الطراز العراقي طبعا، الوجه من السيدر، المضرب من الجوز، الظهر من الزان والجوز، الزند من الزان والبنجق من الزان بالكامل، المفاتيح من ابانوس درجه اولى تماما مثل العواد الاحترافيه. المفاتيح الزند عيار منهم اللي نتحكم بالدوسه من خلال الشد والرخي، هذه الميزه تحمي زند العود من التقوس، وكذلك مكننا بالتحكم ببعد الدوسه اللي هو بعد الوتر عن المسطره او عن الزند هنا في هذه الحاله بكل سلاسه. خلونا نشوف بعد الزند، بعد الوتر عن الزند كم في هذا العود تحديدا. الطبيعي يا جماعة طبعا يكون عندنا بين 2 إلى 3 ميلي، عندنا هنا 1.7 دوسة، 1.7 يعني شيء جميل جدا. قياسات العود، العرض 36 عمق 20، طول الزند 19.5، عرض العظم 3.8، الأوتار من السالة دوزان فافا. نسمع العود نختبر مختلف مساحات صوتية ثم تعود لنا. نبدأ بسم الله. وصلنا لختام عرض هذا العود، نجد اختبار الأخير عصر في الجمهور التالي.